إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. وفاة ضابط أمن أثناء القيام بمهامه إذن مرحبا بجميع متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، جنازة وفاة ضابط أثناء القيام بعمله. أكيد متابعين الأوفياء الله يرحمه الله يجعل موتاه الجنة. الله يرحمه أكيد متبين الأوفياء والله يجعل موتاه مثوى الجنة. شهيد الواجب أكيد أن الشهيد توفى أثناء القيام بعمله وتم يعني نقلوه المستشفى الإقليمي لمريم بالعرائش اللي تم نقل الأنفاس ديالو الأخيرة. الله يرحمه الله يرحم جميع موتانا اكيد متبين الاوفياء، نعتبروه شهيد ديال الواجب اكيد، نعتبروه شهيد الواجب ونترحموا عليه متبين الاوفياء في هذا البث المباشر. الله يرحم موتانا الكل كعرب في مدينه العرائش بان الاخ او المرحوم بوسلام كان حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس والناس ما سخطش به، الناس اكيد ما سخطش به للاسف الشديد. مات موت سعادية، موت الله سبحانه وتعالى. شهيد العمل اكيد متبعين الاوفياء، طلبوا من جميع المتبعين الاوفياء انهم يترحموا على شهيد الواجب. كما كتشوفوا كما كتلاحظوا الان عبر البث الحي والمباشر، رجال الامن بدورهم حاضرين من اجل توديع زميلهم اللي توفى. اكيد مات شهيد الله يرحمه الله يرحم جميع موتانا متبعين الاوفياء. اكيد أكيد الله يرحمه بحضور رئيس المنطقة الأمنية وكذلك رجال الأمن من أجل توديع المرحوم. إذا كما قدام متابعين الأوفياء الله يرحم شهيد الواجب اللي توفى أثناء القيام بعمله وتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم الله يرحمه. الله يرحمهم اكيد الله يرحمه اكيد متابعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري عبر قناه شوف تي في مباشره من مدينه
العرائش ترحموا على شهيد، على الضابط المتوفي معروف بالطيبوبة ديالو بالأخلاق ديالو هنا بمدينة العرائش. الله يرحمه أكيد متبعين الأوفياء، شهيد الواجب اللي توفى أثناء القيام بالعمل ديالو. إذا دقائق معدودة وغادي يتم الإخراج من أجل الدفن ديالو في المدينة اللي ولد فيها أو مسقط رأسه سوق الأربعاء. أكيد متبعين الأوفياء الله يرحمه في هذا اليوم الكبير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل الأعمال ديالو ويتجاوز عليه طبيعة الحال، أنه يعتبر شهيد من الشهداء، شهيد الواجب أكيد. لأن كما قلنا رئيس المنطقة الأمنية بدوره حاضر هنا بالمستشفى الإقليمي للملا مريم، ورجال الأمن كذلك حاضرين من أجل توديع صديقهم، من أجل توديع الصديق ديالهم اللي دوزوا معاه أكيد مسار محترم، مسار رائع. الله يرحمه الله يرحم جميع موتانا أكيد. الكل كيعرف بأن الشهيد كان من أطيب خلق الله هنا بالمدينة، بالسلوك ديالو الحسن، المعاملة ديالو الحسنة، بالتعاون ديالو مع المواطنين. لأن الله يرحمه أكيد متبعين الأوفياء دقائق معدودة غادي يخرجوه. لأن بالنسبة للإخوان اللي عاد التحقوا بنا عبر البث المباشر والحي مباشرة من مدينة العرائش، وفاة ضابط ممتاز أثناء القيام بعمله الله يرحمه أكيد متبعين الأوفياء. الله يجعل موته الجنة، مثواه الجنة أكيد. نتمناو من المتبعين الأوفياء للقناة أنهم يدعوا معاه في هذه اللحظة هذه، ويدعوا معاه ويدعوا مع جميع موتانا، نعتبروه متبعين الأوفياء شهيد الواجب. مات أثناء القيام بعمله. رئيس المنطقة بدوره، رئيس المنطقة الإمني الإقليمية بمدينة العرائش بدوره حاضر هنا. إذا لحظات قليلة وغادي يتم إخراج النعش الضابط اللي توفى أثناء القيام بعمله بمدينة العرائش. مات موتة الله سبحانه وتعالى، مات عادي. إذا كنتمنى من جميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري من المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش، يترحموا على شهيد الواجب، يترحموا على شهيد الواجب. ترحموا على شهيد الواجب. إذن كما كتشاهدوا متبعين الأوفياء رجال الأمن بدورهم حاضرين هنا من أجل توديع
صديق العمل، صديق طيب وخلوق اللي داز معاهم واللي دوز معاهم اكيد الحاره والحلوه هنا في مدينه العريش. الكل كيشهد ليه بالعمل الجاد بالاحترام بالاخلاق الطيب والحسن. اذا كما قلنا متابعينا الاوفياء، دقائق معدوده تفصلنا على نقل الجثمان شهيد العمل الى مسقط راسه بمدينه بالقصيري. الله يرحمه اكيد متابعينا الاوفياء. الله يرحمه اكيد والله يرحم جميع موتانا. اذا كنتمنى من جميع المتابعين الاوفياء انهم يدعوا معاه وترحموا عليه على الشهيد الواجب اللي توفى اثناء القيام بعمله. فالمرحوم بوسلام الكل كيعرفو بالطيبوبة ديالو والأخلاق ديالو هنا في مدينة العريش، والتواصل ديالو كذلك مع المواطنين والتعامل ديالو. العرائش كتفقد رجال من رجالاتها بطبيعة الحال من الناحية الأمنية. الآن يتم إخراج نعش المرحوم. إني لله وإنا إليه راجعون أكيد متابعين الأوفياء. الله يرحمه. الله يرحم شهيد العمل. رحم الله شهيد الواجب متابعين الاوفياء. الله يرحمه الله يجعل ما تسوى الجنة اكيد.
وكنتمنوا من جميع المتبعين الاوفياء للقناه انهم يترحموا عليه، لانه كان معروف الطيبوبه ديالو بالاخلاق ديالو الحميمه. إذن الله يجعل متوى الجنة أكيد المتبعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري، دقائق معدودة وغادي عاد غادر. إذن كما كتشوفوا رجال الأمن السيارات ديالهم تاهما حاضرين هنا المستشفى الإقليمي من أجل توديع الصديق ديالهم، الصديق الواجب المهني اللي توفى أثناء القيام بالعمل ديالو بمدينة العرائش بالمصلحة. رئيس المنطقة الأمنية بدوره حاضر هنا. الأخ ديالك ولا تنسي كلمة على المرحوم؟ قلبو كبير، مقدرش مقدرش. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه فضل. انتو فيها دفنوه؟ شمن جهة دفنوه؟ سوق ثلاثة. سوق ثلاثة تما بزاف ياك؟ تما بزاف. الله يرحمه. شنو تبغي تقول للمتبعين الأوفياء اللي قناة شوف تيفي اللي كترحموا عليه دابا؟ الله كنشكرو بزاف خويا وصديقي. الله يصبركم أخي. إذن شكرا لجميع المتابعين الأوفياء وتحياتي للجميع.